تجي طويله غادي يبقاو المتتبعين ديالك اختي غير دائما وتدور ما يوقع لها لا الصمته تبدل لون لا حتى شي حاجه تجي مكانه والبراسلي بالخاتم ديالهم بالبديل الذهب وخارج في الذهب مادام كنهضروا على ليكسبير كنهضروا على الاناقه على شوفوا معايا البنات الكورميطات بديل الذهب البنات شي حاجه واعره الموديل ديال الذهب الموديل كيفاش يجي تيجي واعره البنات يجوا في البراسلي بالخاتم ديالو تيبقى لكم غير للمتتبعين متتبعات القناه ديالي كيف دايرين لاباس عليكم بخير هنين كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير المهم نهار جديد فيديو جديد اليوم البنات جيت لكم بلاكيور اول مره غادي نصور في محل ديال بلاكيور ولاني بقيت نقلب طاحت لكم على المحل ديال الهوته والهميزات صراحه محل هو زوين كل شيء البنات من 20 درهم كاينين براسليات كاينين الخواتم المكانات ديال لكم باك بواحد الثمن خيالي المهم البنات بالنسبه للبراسليات بالنسبه لشي حاجه زوينه غادي نوريكم حتى الموديلات اللي جدادين المهم خليكم معايا حتى الاخر ما تنساونيش باللايك والبارطاج مع الاحباب ديالكم باش كلشي يستافدوا الا كنتي اول مره تشوف القناه ديالي شارك فيها وخلي لي شي لايك وشي تعليق شكرا لكم بزاف شكرا على الدعم ديالكم بكم تنزيدوا القدام نبداو على بركه الله المهم البنات هذا المحل هذا تيخدموا السيمانه كامله نهار الجمعه اللي ما تيخدموش حيت هذا المحل هذا كاين في القيصريه ديال الشطيبه اللي معروفه هنايا في سيدي عثمان بالنسبه اللي فريزون تيدير في كازا وخارج كازا هذا مكان يلا نبداو على بركه الله اما يوسف لاباس عليك بخير هنين اختي مريم كي دايره انت لاباس عليك لا بس الحمد لله مرحبا بك عندنا اليوم في قيصريه الشطيبه لا لا يخطيك قيصريه مولاي العربي العلوي سيدي عثمان سيدي عثمان قليل اللي كيعرف هاد الشطيبه هادي وكاين الناس اللي كيعرفوها مرحبا بك ومرحبا بالمتتبعين ديالك لا لا يخطيك الوطن وخارج الارض الوطن اليوم ان شاء الله راه عندنا مفاجآت وعندنا جديد ياك فيديو كله مفاجآت كله مفاجآت ان شاء الله من البداية ديالو حتى النهاية ديالو انا قلت لي الا ما كانش البنات قلت لي الا ما كانتش السلطة ما نجيش عندك حتى قال لي كاين الهوتة كاين السلطة كاين مرخة ان شاء الله وشي حاجة ما كتخسر شي حاجة كاليتي كارانتي شي حاجة كتجي انيقة في اللبسة شي حاجة غزالة ومزيانة ومرحبا بكم عندنا مرحبا بالمتتبعين ديالك لا لا يخطيك خصيصا المتتبعين ديال اختي مريم معروفه بالعثمانيه اول حاجه نبدا لكم بها البنات نبدا لكم بهذا الطقم هذا تيجيو فيه دو بياس البنات المهم الثمن ديالهم تيبقى 70 من 70 درهم ياك وحنا طالعين المهم نوريكم موديلات هما الاولين ديالهم المهم بالنسبه ديال 70 درهم ها انتم تتشي حلقه ها انتم توينكا زائد السنسله ديالها تتجي على هذا الشكل هذا ليكسبي شي حاجه المهم البنات تيوصيكم تيقول لكم ما ديهمش للحمام والريحه ياك على حساب غير حساب الخرق الحكام وصافي بالنسبه للمول العرق ماشي مشكل الانسان واخا يبقى لابسه في الدار ولا غايدير شي تدويشه هكا خفيفه بالماء ماشي مشكل شتو البنات المهم هذا ب 70 درهم هذا راه كنبيعو حنايا ب 90 درهم 95 درهم لي فان ديالك ومتتبعين 70 درهم ياك وهذا حتى هو خلاه لكم ب 70 درهم خفيف كيدير 95 حتى هو اخواتك نولي فان ديالك 70 درهم بروموسيون كاين هاد الطقم هاد الطقم حتى هو دو بياس كارونتي هذا الماء والعرق حتى هو كلشي ديال اش هاد الاخر هذا ديال لاسي بلاكيور لاسي معروف لاسي ستيليسيان راه معروف لاسي عم شي خسر من والو ايه اللون ديالو بحال مكتوبه فيه ديال حتى هو ب 70 درهم قلنا 70 درهم وهذا ديال الفروش شحال هذا كيدير 120 درهم غادي يبقى لكم ب 80 درهم بروموسيون 80 درهم البنات ليكم نتوما 80 درهم بلديه شوفي ايه الفروج وبلاكيور ديال اش هذا هذا لاصق شوار لاصق البنات شي حاجه زوينه 80 درهم راه معروف راه الماء العرق هذا طروا بياس سلسله طروا بياس هذه راه سلسله بروميان حيت راه كاينه الدوزيام ديالها كتجي غليظه حتى يدير لا فينيسيون فين زوينه البنات هذا الموديل ديال الذهب هذا كاين في الذهب والطوانق ديالها كتبقى غير ب 100 درهم خصيصا لي فان ديالك اختي المهم 100 درهم 130 درهم 140 درهم 100 درهم البنات هذه عاوتاني
تا هي زوينه. كاينه ها ديال البنات ديال الجاكوار ديال الجاكوار. هاد الموديل خارجه البنات في الذهب شتو ديال ليكس بي 3 بياس. اييه فيه طوانك ديال ها نتوما السنسله كيفاش تجي تتبقى لكم ب 100 درهم ديال ليكس بي فيها 3 بياس البنات الخاتم والطوانب والسنسله وراهم هي الطبعه ديال ليكس بي يعني واخا الماء واخا العرق. اييه شي حاجه زوينه. وكاين هذا الموديل هذا راه هو اللي داير طوندو هذا فيه غول ميتا وطوينكات والسنسله هو اللي خارج بالدار دابا وداير دابا الطوندونس واعره البنات. هذا الموديل هذا شي حاجه واعره كنا كنبيعوه 130 درهم 140 درهم لي فان ديالك اختي ومتتبعين ديالك غادي يبقى لهم غير ب 100 درهم 100 درهم البنات. وكاين هاد الفروج هذا شي حاجه واعره هانتوما داير عليه كامل شوفوا تجي فيه خميسه السنيسله تجي غليظه هانتوما بحلقات شي حاجه واعره البنات. هذا شحال تيبقى لنا يوسف؟ هذا غادي يبقى لكم كنا كندوزوه 140 درهم 130 درهم لي فان ديالك اختي غيبقى لهم 100 درهم 100 درهم البنات ليكم نتوما ب 100 درهم. وكاين هذا الموديل هذا حتى هو واعر البنات شوفوا شي حاجه ديال الحضور هذه شي حاجه خطيره البنات شوفوا السنسله راه خارجه في ديال الذهب ديال الذهب واعره هذه خيره هذه. وهذه الثمن ديالها شحال يبقى؟ راه 150 درهم ولكن لي فان ديالك غادي يبقى لهم غير 120 درهم 120 درهم البنات. هذا الموديل هذا اللي واعر صراحه هذه الموديلات كاملين زوينين بالنسبه لهادو راه كاينين الموديلات هذا ما شفناهش ياك هذا حتى هو هذا ديال لاسي هذا راه في هذا الحجر شوفوا البنات واعر هذا الموديل ديالو دير 100 درهم باش كنبيعوه غادي يبقى لي فان ديالك غير 70 درهم 70 درهم عوض البنات 100 درهم شي حاجه اللي مزيان. وكاين هذا الموديل هذا حتى هو زوين هذا ديال البنانه ياك ديال تقريبا بحال البنانه اييه شوفوا السنسله ديالها بالكورميت ديالها هذه شحال قلنا هذه قلنا 70 درهم 70 درهم عوض 100 درهم البنات. عاد كاين هذا عاوتاني طروا بياس بالكورميت بالطوينكات بالسنيسله ديالها كيجيو هاد البوندونشيفات محجرين زوينين باينين بحال الدب كيجيو انيقين في اللبسه شحال الثمن؟ الثمن ديالو 100 درهم 100 درهم البنات. وكاين هذا الموديل هذا شوفوا بالنسبه لهذا الموديل اختي مريم راه ديال شاك جور ديال ديما يعني الانسان ديما ماشي ديال المناسبات نسومو بالنسبه للبومات وخا الانسان يشقى بها ها انتوما شتو الموديل ديالها واعر فيها الطوينكات فيها الكورميت والسنيسله كتجي هاد السنيسله نيلو حتى هو 100 درهم وكيدير 120 درهم 130 درهم لي فان ديال ختي مريم ومتتبعين واعره البنات ها انتوما غير 100 درهم شي حاجه واعره خفيف 100 درهم تيبقى ياك 100 درهم 100 درهم البنات. هذا الموديل اللي هو طوندونس واعر شي حاجه زوينه يلاه خير كيجيو فيه هاد لي بول مدلين ها انتوما هادو 100 درهم البنات عوض 180 درهم ما تلقاوش شي محل اخر بالنسبه لهاد الاثمنه هادي ليكس بي هادو راه ليكس بي ليكس بي غارونتي هادو غارون شوفوا السنسله ديالها كيفاش تجي كاين هاد الموديل هذا ياكو وكاين هذا ديال الحلزون قال لك داير 100 شحال قلنا 100 درهم لا شحال قلتي هي دايرين في الاصل في الاصل كيدير 140 درهم باش 140 درهم وليكم نتوما 100 درهم البنات ها نتوما بالحلقات ديالو شي حاجه واعره. وكاين هذا واعر البنات شي حاجه فن هادي شتو الشكل ديالها بالحلقات ديالها تقولوا البنات راه ذهب والله الا تيبان بحال الذهب كلشي يلبس كلشي يلبس هذا تيدير 170 درهم اها وشحال يبقى خصصا لكم خليناه غير ب 100 درهم 100 درهم عوض 170 درهم ها انتما في هاد الحجيرات هادو فيهم حتى داك اللوينات اللي داخلين فيه ها انتما بالكورميت والطوينكات ديالو شوفي الكورميت كي دايره لا لا واعره تيبان بحال شكل الذهب بس ما تفرقيش بينه وبين الذهب شفتو كيجو اناقين اناقين لا لا باين زوين كاين هذا هذا بلدي هذا بلدي كتبغي شي حاجه خفيفه شفتو البنات تحلفي عليها البنات راه ذهب ها انتما بالحلقات ديالو بالكورميت بالسنيسله ديالو تيجي هذا بلدي تيدير 150 درهم
واش بقى لهم غير ب 100 درهم من 150 درهم 100 درهم البنات ثم البنات حتى هذا تيبقى لكم غير ب 100 درهم كاين هذا الموديل الجديد يلاه جا غير اليوم وكاين واحد الموديل ها الموديل هذا يلاه جا حتى هو ب 100 درهم 100 درهم 100 درهم البنات ها انتم الثمنه اللي كنقولوا رخيصه لي فان ديالك اختي ها انتم عاودوا سمعوا قولوا من طرف القناه باش تاخذوا بهذا الثمن هذا اللي ما قالش من طرف القناه راه ثمن اخر كومونسيو فيه غير هذا الموديل اللي بقى غير 60 درهم 60 درهم هذا اللي تربح في هذا الموديل هذا 60 درهم هذا اللي بقى ياك هو اللي بقى هذا ب 60 درهم البنات فيه الحلقات والطوانك حلقات والسلسله كاين هذا الموديل حتى هو غنديروا فيه بروموسيو فيه هاد البابيو محجره شي حاجه زوينه شي حاجه مخره حتى هذا 100 درهم هذا اقل من 100 درهم غادي نحسبوا لي غير 80 درهم بروموسيو 80 درهم البنات عوض عوض 100 درهم ولا 120 درهم انتم شفتوا غورميت وسنيسلا باسي هادي شفتوا هادي ديال لوي فيتون غارانتي واش فيها جوج هادي فيها جوج هكا تجي البنات فيها ثلاثه لي موديل ديال سنيسلا في هذا ديال العقيق وفيها هاد النيلو اللي الداخل وهادي اللي غليظه شفتوا البنات وشحال الثمن ديالها الثمن ديالها غير ب 65 درهم ديال لاص 1300 دريال 1300 دريال البنات انتما واعر هو 80 درهم جبد لينا هذيك هذيك ها انتما هي زوينه كاينه هذه ديال الفرو هادو كاملين تيجيو بدو بياس ياك شحال الثمن ديال هذه هذه كنبيعوهم حنايا ب 90 درهم 95 درهم غير بطاو لي فان ديالك اختي غير ب 60 درهم 60 درهم هذه 60 درهم البنات هي وهذه وكاينه هذه ديال الفروج حتى هي ب 60 درهم هادي يلا سي كلهم اختي هادو راه يلا سي دابا نوريكم موديلات اللي خارجين النيت في الذهب البنات هادي شحال هادي حتى هي 60 درهم ديال ويفير موديل جديد 60 درهم كاينه هادي ديال الفروج في هاد الخراشيش هادو راه حتى هي خارجه في الدم هادي حتى هي غير ب 60 درهم حتى هادي البنات ب 60 درهم ها انتم راه مطبوع راه حاجه مزيانه راه عيار 14 ماشي الكلاسي العادي هذا راه شي حاجه مزيانه 60 ياك قلنا 60 درهم 60 درهم ما غير ب 60 درهم كاينه هادي ديال طروات ديرها معروف هادي واعره البنات هادي خارجه في الذهب الذهب كاينه موجوده في الذهب هادي والله الا خارجه في الذهب اختي نيت قناه العثمانيات عندها خاتم ديالها هادي راه ديال هادي كارونتي عندها في الذهب كدير 90 درهم واعره البنات هادي 90 درهم تتبان ذهب نيت وما كتخسرش هادي غادي تبقى غير ب 60 درهم هادي ب 60 درهم البنات وهاد الاثمنه كما قلت لك رخيصتين ليا البنات غير ليا انايا ندير لكم هاد الاثمنه هادو كاينه هادي غليظه كاينه هادي ديال الفروج شحال هادي حتى هي غير 60 درهم هادي ب 60 درهم البنات حتى هي كاين واحد الموديل زوين ما انتم كاينين هنايا موديلات بزاف حاجه خطيره انتم هذا يلا خارج ديال الفروج شي حاجه واعره 20 درهم ولكن خصيص لي فان ديال غنحسبوا ليه غير 85 درهم 85 درهم البنات ليكم نتوما كاملين تيجيو من دوبلين فيهم السناسل ايوه هانتوما الشكل ديالو واعر البنات هادي شحال هادي دايره غير 70 درهم 70 درهم هادي يا البنات كاينه هادي عاوتاني خطيره فالروج هذا هذا دوب دو فاس اليزابيث دو فاس في هذا الفاس هذا شوف السناسل كي دايره كتجي هنا في اللبسه واعره هادي غتلقاي فاس الاخر شفتو فيها سنسله رقيقه وغليظه واللي غلظ منها اييه طروا بياس شحال هادي الثمن ديالها غير 70 درهم 70 درهم البنات 90 درهم هو اخر ثمن باش كنا ديرها هنايا باش تبان لهم اكثر ها انتوما تجي واعره البنات العثمانيه غير 70 درهم اييه كاينه هادي غير 50 درهم ها انتوما كاين هذا الموديل هذا ديال الخراشش حيت راه كاين اختي مريم على حساب لاكاليتي ديال السلسله راه كاينه اللي كتكون ديال الخراشش وفيها الطوانك ديالها وكدير غير 40 درهم 35 درهم ولكن بالنسبه لاكاليتي ماشي بحال هذه راه عيار 14 راه مطبوعه هانتوما البنات شي حاجه مخيره الا هذوك الاخرى راه ما كيكونوش مطبوعين وما كتكونش فيهم هاد الطبعه هادي بالنسبه اللي كتكون بطوانكها هادو لاسي راه مغارونتي كاين هاد الموديل هادو هادو كاملين البنات ب 50 درهم ها انتم هادو كاينين في الذهب ها انتم خرجوهم في البلاكيور كاين هاد الموديل كاين هذا
شفتهم الاخرين ها هما. هادي دوبل الاخر كاين هذا الموديل هذا عاوتاني 50 درهم البنات. ثم البنات ندوز لكم لهذا الطقم هذا اللي تيجيو فيه 4 ديال البياسات اللي صراحه زوينين موديلات فيهم بزاف اللي خارجين في الذهب البنات غتلقاوهم في البلاكيور حتى هما. هذا اللي زوينه البنات شوفوا وكلهم هادو اللي كتشوفوا تيجيو فيهم هاد الحلقات ليكسبي بالخاتم ديالهم بالبراسلي وبالسنيسله بالعلاقه ديالو. هذا الثمن ديالو شحال؟ هذا الثمن ديالو بروموسيون خصيصا لي فان ديالك اختي كيدير 180 درهم حتى 200 درهم غادي يبقى غير ب 150 درهم. 150 درهم البنات عوض 180 درهم حتى 200 درهم 200 درهم 150 درهم. مهم هذا راه كاين غير في العادي راه كاين عندنا ولكن لاحظتي لافينيسيو والخليشي ماشي بحال واخا تجبدوا لهم باش يعرفوا اكثر حتى هما. هانتوما هذا باش تعرفوا البنات حتى نتوما اشنو غادي تاخذوا. هانتوما هاد الدوزيان ديالنا هذا فاش هذا؟ هذا غير بلاكيور. هذا بلاكيور كاين بلاكيور وكاين ليكسبي وكاين لاسي هاكاك. دابا راه ليكسبي هو هذا ليكسبي ضروري خصو يكون مطبوع الا لاحظتي معايا ها هو راه مطبوع فيه الطبعه هي الطبعه ديال ليكسبي وحتى الطاج الا لاحظتي حتى لافينيسيو والتشليله راه ماشي بحال بحال. هانتوما باش تعرفوا هانتوما هذا تيبان صفر فوالا صفر بزاف معيط ما كيبانش الذهب ماشي بحال ما هذا حتى في الخدمه راه الخدمه ديال هذا من هذا كلشي باين راه مطبوعين حتى هما. ايه اللي كيقول لك ليكسبي ضروري خصها تكون فيها الطبعه ديال ليكسبي راه الا لاحظتي لافينيسيو ولا كاليشي ماشي بحال بحال هذا راه كيبقى غير ب 100 درهم. هذا ب 100 درهم فيه طوين كاع حتى هو وخاتم وسلسله وبورما ايه 100 درهم اللهم تاخذوا هذا ب 150 درهم. المهم بالنسبه لهاد الاثمنه خاصه لكم نتوما المهم تيجي فيها خاتم حلاقات وسنيسله. وبالنسبه لهذا الموديل اختي راه غير بروموسيو حاليا دابا راه تزاد في الثمن ياك تزاد في الثمن راه داير دابا اكثر من 150 درهم. البنات ها نتوما ركبت هذا الطقم هذا ياك هذا اللي ركبت ايوا هو هذاك هذا شفتو البراسلي ديالو ها البراسلي ديالو كتجي اختي ها نتوما الخاتم الخاتم ديالو كيجي شي حاجه تيجي واعره البنات شي حاجه انيقه ديال بصح ترى البراسلي ديالو البراسلي والخاتم كيبان ذهب ماشي شي حاجه السلسله ديالو تجي هكا شفتو الحجره دايره بالحجر واعره وهاد الحلقات ديالو تيبقى لكم البنات ب 150 درهم. هانتوما كيفاش يجي البنات تيجي واعر الخاتم ديالو شي حاجه مخيره كاع المقارنه نتوما تعطيوه بالنسبه للناس اللي يصيفط ليهم تعطيوه العبار ديال الخاتم اييه باش اللي ما عارفاش العبار انا تواصل معايا ونوريها كيفاش تعبر تعبر السبعات ديالها ونقول لها العبار اللي عندها نتوما الحلقات ديالو كيجيو دايرين زوين وعاد هاد بوندونشيف اييه السنيسله ديالو هذا حتى هو البنات يبقى لكم ب 150 درهم. هانتوما كاين هذا موديل زوين تا هو ليكسبي هذاك شي حاجه واعر هذا تا هو ب 150 درهم. الخاتم ديالو ها نتوما الخاتم ديالو كيجي زوين ومن كنقولو حنا ليكسبي راه ليكسبي راه معروف لا في الكاليتي ديالو لا في الفينيسيو لا في وفيه هاد السنيسله مخدومه ها العلاقه ديالو السنسله والحلقات وعد الخاتم وعد البراسلي ديالو اللي واعره البنات هانتوما تيبان بحال الذهب فوالا حتى البراسلي ديالو محكوم يعني ما يطيح لك ما والو ولا فينيسي ديالو الدوره ديالو زوينه كتبان بحال بحال الذهب الذهب غير انا صبيعاتي صغيورين هذا هو الذهب بلا روش هذا الموديل عاوتاني وكاين هذا عاوتاني بلدي واعر البنات شي حاجه شي حاجه كلاس البنات عاوتاني هانتوما ها العلاقه ديالو هالحلقات ديالو هالبراسلي شوفوا البراسلي ديالو كيفاش يجي كاين هذا الموديل شي حاجه واعره البنات ها نتوما طبعه كاينه شي حاجه واعره البنات وعاد الخاتم ديالو ها نتوما الخاتم ديالو كيفاش يجي البراسلي ديالو شفتوا المهم هذا حتى هو ب 150 درهم. كاين هذا الموديل هذا البنات واعر هذا الحجر ديال الكاري هذا كيجي شوفوا
ديال الحنش، الشكل ديالو واعر ديال الحنش، شي حاجه واعره تتبان في الذهب. هانتوما الخاتم ديالو كيفاش يجي كلاس هذا في اللبسه. البراسلي ديالو هانتوما ماشي هي الطوينكه ديالو كيفاش يجيو. هاد العلاقه ديالو تجي على هذا الشكل، هذا عاد السنسله مواش حتى هو البنات ب 150 درهم وتيبان بحال الذهب. وهاد الاثمنه ها انتم البنانه عاوتاني شي حاجه زوينه وموديل شكل واعر البنات، حتى الخدمه اللي خادمينو الخدمه ديال الذهب حتى 299 درهم. كاينين 299 درهم واعر البنات. هذا انتم راه خصيصا انتم البراسلي ديالو الاثمنه راه ديالك عادة الحلقات ديالو هكا طوينكا تيجيو على هاد الشكل هذا. عاد العلاقة ديالو شوفوا كيفاش تجي العلاقة وبالسلسلة ديال المواج. حتى هذا البنات الثمن ديالو 150 درهم، خطير البنات. هذا شوفوا طوينكا ديالو كيفاش يجيو دايرين، شفتوا حلوين في اللبسة. البراسلي ديالو واعر البنات، شوفوا هنايا كيفاش يجي. شوفوا العلاقه ديالو عاد السلسله ديال المواج. هاد الطقم هذا البنات عوض 200 درهم 220 درهم باش كنا كندوزوه بروموسيون لي فان ديالك 150 درهم. واعر هذا موديل جديد ديال العظم، هذا واعر هذا البنات خطير كله محجر شي حاجه واعره. الخاتم ديالو ندير لكم الخاتم ها ليكسبي، هانتوما ليكسبي شي حاجه واعره البنات، شي حاجه مزيانه. هاد الطوينكات ديالو شفتو الطوينكات ديالو كيفاش يجيو. كاين هاد السنيسله هادي، وهذا راه كاين في الذهب هاد الموديل حتى هو، حتى هو كاين في الذهب. شوفوا هذا تيقولوا ليه الموديل ديال العظم، صراحه موديل زوين. هانتوما الخاتم ديالو راه كنا كندوزوه ب 250 درهم، لي فان ديالك اختي والمتتبعين غادي يبقى غير ب 170 درهم. 170 درهم هذا كاينين فيه اللي يلا خارج. هذا ها البراسلي ديالو البنات شي حاجه واعره، 60 57 طايط اللي هما ستوندار، شي حاجه واعره. والثمن الثمن هذا كيدير 280 درهم بالنسبه للمتتبعين ديالكم، ان شاء الله غادي يبقى لهم غير ب 180 درهم. 180 درهم هذا البنات ليكسبي عوض 280 درهم اليوم 100. شوف الحجر كيفاش واعر. هانتوما السلسله تجي فيها غليظه، طوان غرام مطبوعين كلشي مطبوع. الخاتم هانتوما الشكل ديالها 180 درهم. كاين هذا الموديل حنش الناس اللي كتعشق الحنش. هانتوما هذا موديل جديد حتى هو ليكسبي، كلشي ليكسبي معروفين هنا بليكسبي لاسي. شفتو لاكاليتي ديالهم معروفة زوينة، ما كتحشمش مع الكليان. هانتوما الخاتم كيفاش يجي، شفتو ديال بلغاري. كاين البراسلي ديالو، كاين طوينكات والسنسلة، والسنسلة تجي على هكا. هذا كيدير 200 درهم بروموسيون لي فان ديال ختي مريم، غادي يبقى لكم غير ب 150 درهم. 150 درهم في السنيسلة وفي الطوينكات في البراسلي والخاتم ديالو. هانتوما ليكسبي راه فيه شي ثلاثة فيه كورميطة ديالو، هانتوما ليكسبي كورميطة ديالو كيفاش تجي. مافيش الخاتم هذا، لا مافيش الخاتم، فيه غير السنيسلة ديالو. هانتوما السنسلة ديالو راه معروف هذا بالنسبه لي، وفي هاد الحلقات ديالو هاد الموديل. هذا بالنسبه لي بغا كادو للوالده ديالو ولا لجدته بغيت تهلاه، اييه راه معروف هذا. راه هذا بلدي البنات، شحال الثمن ديال هذا؟ الثمن ديالو كيدير 250 درهم، غادي يبقى لهم غير 200 درهم ديال ليكسبي. 200 درهم البنات ديال ليكسبي، فيه الحلقات كورميطا وفيه السنيسله. الموديل هذا شفتوا الشكل ديالو هذا بروموسيون، غنحسبوا لهم غير 170 درهم. 170 درهم عوض 200 درهم، 200 درهم هو نقص عليكم هنايا. وكاين هنايا عاوتاني شفتوا الحلقات ديالو بالكورميط ليكسبياك. الثمن هذا شحال؟ هذا 200 درهم، هذا 200 درهم بحال الاخر اللي وريتيني دابا. اييه بحال الاخر، غير هادو دايرين وهذاك بحال اللوزه دايرين. اييه هانتوما على هاد الشكل هذا تيهضر ليكم.
الاخر داير وهذا بحال شكل اللوزة. المهم 200 درهم هذا. بنات هذا عاوتاني موديل اخر ها نتوما بلدي غورميطا ديالو كيفاش تجي طوين كات والسلسله تجي على هذا الشكل هذا شفتوا ديال ليكس وبالخاتم ديالو ليكس بي تتبقى لكم عوض 250 درهم اليوم 150 درهم 150 درهم لكم نتوما محدوده في هذا راه ما فيهش بزاف ياك أيوة. كميه محدوده بزاف وكاين هذا الموديل هذا اللي بلدي واعره البنات شي حاجه نبالة. خطيره نبالة معروفه نبالة شي حاجه فنه البنات ها نتوما وثقيل ثقيل بحال حتى شي سلسله كرافاج ثقيل ثقيله البنات هانتوما شكو شتو شتو ما يبانش هادشي كاع واش انه فلاكير ليكس بي هانتوما الشكل ديال البراسلي كيفاش يجي شتو عنده الحلقات هذا ما فيهش طوانك لا فيه خاتم موضح كاتر بياس هانتوما الخاتم ديالو كيفاش يجي تيجي واعر البنات شي حاجه مخيره بالنسبه للحضور والمناسبات هانتوما شتو ما تلقايش شي حاجه من احسن من هذا واحد الموديل واعر الموديل ديالو مهم تيجي فيه سلسله وطوين كات وخاتم نشوفو براسلي وشحال تيبقى لينا هذا كيدير 280 درهم غادي يبقى لكم ان شاء الله غير 220 درهم 220 درهم البنات حتى هذا بلدي شتو هذا حتى هو ديال ليكس بي حتى هو بالنسبه للحضور شتو الخاتم ديالو بالنسبه للحضور شي حاجه واعره البنات شي حاجه اللي مخيره ليكس بي هانتوما شتو هانتوما البراسلي ديالو كيفاش يجي هانتوما راه منقوش كامل كله مخدوم داير بالخدمه داير بالحجر شتو مخرج نباله شي كتسمى ديال ليكسبير مطبوعه وكلشي شتو واعر هذا بالحلقات بالسنيسله رقيقه وبالعلاقه ديالو هالبراسلي ديالو اللي مخدوم على الخدمه ديال الذهب والخاتم ديالو هذا شحال تيبقى ليه هذا كيدير 250 درهم غادي يبقى لي فان ديال اختي مريم قناه العثمانيه 170 درهم ديال ليكس بي ديال ليكس بي شي حاجه واعره راه كاين في بلاكيور العادي بالنسبه لشي اللي كنوريكم تقريبا راه كل الكوبي ديالو كاين في بلاكيور لا بغاو البلاكيور العادي الثمن رخيص ولكن بالنسبه للكاليتي ولا فينيسيو ماشي بحال بحال والانسان راه وريناهم الفرق أيه. وريناكم الفرق ديالهم الحساسيه راه الا عرق كيطلق ليه بالنسبه للبلاكيور العادي أيه. اما ليكس بيولاسي ما تخافش منه راه ميديكال شي حاجه راه مزيانه وكاين هذا الموديل هذا واعر البنات هانتوما شي حاجه مخيره شفتوا الخاتم ديالو تيجي على هذا الشكل هذا حتى هو راه كميه محدوده هذا وبالحلقات ديالو بالسلسله وبالعلاقه شحال تيبقى لينا هذا الموديل حتى هو غير 170 درهم عوض 270 درهم 170 درهم عوض فيه 4 ديال البياسات هانتوما ليكس بي شي حاجه واعره شوفوا البراسلي ديالو كيفاش داير راه بالنسبه اللي خدات شي اللي بغات شي اونسومبل راه ماشي ضروري تاخذ السلسله اللي معايا راه الا بغات تشونجي السلسله ماشي مشكل هاكا تسكريني السلسله اللي عجباتها ونشونجيوها مع لونسومبل وهذا البراسلي مع هادي اييه هذا مع هذا يعني السلسله ماشي بالضروره وبالنسبه للمفاجاه اللي قال لكم قال لكم الا خديتو من 150 درهم غادي يعطيكم شنو تعطيهم؟ نعطيهم طوان غليزانو ديال لاسي غراتوي غادي يعطيكم طوين كات غراتوي الا خديتي من 150 درهم الفوق تيعطيك هاد الحلقات هادي ديال اش هادي لاسي ديال لاسي ديال لاسي هانتوما الشكل ديالهم غراتوي ويلا خديتي من 250 درهم ليفغيزون بالنسبه للدار البيضاء راه غراتوي وعندك معاهم طوانق ديال لاسي خارج مدينه الدار البيضاء عندك مثلا 50 درهم في ليفغيزون عندك غير 25 درهم زائد طوانق وبالنسبه من 150 درهم ب 150 درهم داخل كازا راه فيها ليفغيزون 20 درهم وطوانق غراتوي هكاك 150 درهم من 150 درهم غادي يعطيكم غاتوي
بالنسبه للحلقات ولي فريزون تخلصوا 20 درهم. وإلا بغيتو خارج كازا 25 درهم من 250 درهم. لي فريزون يخلص النص فوالا هكا، وكازا غراتوي من 250 درهم. عاد الحلقات تيجيو غراتوي. بنات انا ندوز لكم الحاجه اخرى، مهم دير هاد لي باك هادو، مهم كاين ديال المكانه وكاينين اللي بلا مكانه، كل حاجه والثمن ديالها. انا نذكر معكم الاثمنه ديال كل حاجه. كاين هاد الباك اللي تيجي البنات هذا بلا سلسله، ها نتوما البراسلي ديالو كيفاش يجي بالسلسله ديالو، تجي مواج العلاقه وفيه طوين قد ديالو تيجيو على هاد الشكل هذا، وبالخاتم ديالو بحال هذا. شحال يوسف هذا؟ 150 درهم. 150 درهم البنات بالنسبه لهذا الموديل هذا، حتى هذا ب 150 درهم. 150 درهم كاين هذا عاوتاني 150 درهم. كاين هذا الموديل هذا حتى هو ها نتوما 150 درهم ديال ليكس بي، فيه العلاقه ديالو فنان البنات. المهم هادو اللي تيجيو بلا مكانه، وبالنسبه للمكانه فيهم موديلات بزاف هنايا ها نتوما. كاين هذا الموديل هذا تجي مكانه والبراسلي وخاتم وطوينكات وعلاقه وسلسله. هذا شحال الثمن ديالو؟ 200 درهم البنات. كاين هذا الموديل هذا، كاين هذا الموديل هذا ها نتوما حتى هو 200 درهم. 200 درهم شفتو. كاين هذا الموديل واعر البنات، شي حاجه واعره. هذاك حتى هو 200 درهم، خطير هذا البنات. شو هادو دابا اللوينات اللي خارجين دابا حاليا. المهم فيه هاد المكانه هادي، فيه البراسلي، فيه الخاتم، فيه العلاقه، فيه الطوينكات، حتى هو ب 200 درهم. ندوز ليكم كاين هاد الموديل هذا، مكانه البراسلي الخاتم السلسله طوينكات، حتى هذا ب 200 درهم. الاكسبي كلهم هذوك اللي تما الاكسبي كلشي. هذاك 150 درهم بروموسيون، 150 درهم في البرومو، 150 درهم وكميه محدوده في هذا، ما بقاش عندك بزاف. ها انتم ها الخاتم ديالو، وحتى في البلايص ديالهم راه مقطوع، ما كاينش، راه عرض محدود فيه. والخاتم ديالو كيفاش يجي؟ راه كاين حتى في العادي اللي بغاه، راه داير غير 100 درهم. يا كاين في العادي البلاكيور العادي البنات 100 درهم. اللهم تاخذوا هذا، ها انتم البراسلي ديالو بالعلاقه ديال السلسله طوينكات والخاتم، تيبقى لكم ب 150 درهم. 150 درهم. كاين حتى هذا ب 150. اييه فيه سنت بياسات. فيه براسلي وبورميط خاتم طوينكات والسلسله، تيبقى ب 150 درهم. وديال ليكسبي. وكاين هذا الموديل هذا عاوتاني، هذاك ما دوزناش، هذاك كيبقى ب 170 درهم. هذا 170 درهم البنات، شتو شتو الموديل ديالو كيفاش يجي؟ هذا 170 درهم. 270 درهم. رجع لكم لهاد لي باك هادو. هذا شحال هذا؟ هذاك الخميسه ديال النقره والمكانه دايرين غير 70 درهم. 70 درهم الطقم كامل، هذا كامل البنات ب 70 درهم، فيه مكانه وفيه سلسله ديال النقره، خميسه طوينكات. وبالنسبه للخميسه راه كاين الفراشات، كاين كاينين بزاف. ها انتم كاين هذا الموديل هذا 150 درهم، ما كايناش 180 درهم. كاين هذا الموديل هذا حتى هو ب 150 درهم. كاينين هادو، كاين هذا 150 درهم. وكلهم هادوك ديال ليكسبي، شي حاجه واعره البنات. ها انتم هادو كاملين البنات ب 150 درهم. كاين هذا الموديل حتى هو زوين، راه هو حتى هو 150. هذا واعر هذا، شفتو حتى هو 150 درهم. حتى هذا ب 200. هذاك لا، هذاك حصري 120 درهم. 120 درهم فيه سلسله، وفيه طوانق وخاتم والسلسله. السلسله ما فيش البراسلي، لا هكاك.
كاين اللي ديال فيزاتشي اللي حداه هذاك حتى هو 200 درهم ديال لي تسبي. شوفوا هذا واعر البنات ديال فيزاتشي موديل جديد. شتو هانتوما 200 هذا؟ هذاك 200 درهم بالمكان، هذا 200 درهم البنات، راه كيدير 300 درهم باش كنا كنبيعو بهذيك المكان ديال الكيس. شو البنات هذه 200 درهم، كاين هذا حتى هو موديل جديد 200 درهم ديال 200 درهم، كاين هذا حتى هو ب 200 درهم اللي كنا شفنا في الاول سامبل، وهذاك راه زايد فيه واحد الخط ديال الحجر حتى هو حصري 150 200 درهم بالمكان، 200 درهم بالمكان. لي زونسومبل اللي فيهم المكان راه ما بغاتش المكان ماشي مشكل، نقص ليها نحيد ليها المكان وكيبقى لونسومبل ب 150 درهم هكا. يعني ماشي بالضروره تاخذ هذيك المكانه ولا تاخذ هذاك الاونسومبل، تقدر اللي عجباتك شي مكانه اخرى في شي اونسومبل اخر تاخذ داك الشيء اللي بغاش. كاين هذا الموديل هذا ديال اكس تا هو خارج في الذهب، هذا كاين في الذهب انتما بالسلسله بطوين كاس بالخاتم والسلسله، تيبقى لكم ب 200 درهم. هذا ديال البنانة اللي شفنا معكم حتى هو ب 200 درهم، هذاك اللي حداه زوين كاين هذا وريتو ليهم الاكسبي حتى هو 150 درهم، دوريتو ليهم هذا. هذا فيرزاتشي شي حاجه واعره البنات، حتى هو ب 200 درهم. كاين هذا الموديل هذا حتى هذا ب 200 ياك، اييه 200 درهم، حتى هو 200 درهم وبلا ما كان راه 150 درهم. راه كاينين هنايا بزاف، هانتوما كاين هذا الموديل هذا، كاين هذا الموديل هذا، موديل جديد واعر هذاك، حتى هذا واعر راه كنا دوزنا هذاك. شتو البنات 270 درهم، 270 درهم هذا بالمكان، بالمكان ديالو قلنا 170 درهم، 170 درهم وبلا بالمكان 270 درهم، 270 درهم. شتو الخاتم ديالو ديال الاكس بي هادو كاملين ديال الاكس، شي واعر البنات. المهم هادو هادي البنات واعر، هادي بالنسبه لهذاك الونسون بغاصلي في القلب، أيه. مكانه خاتم طوينكات سلسله بالعلاقه ديالها، هذيك المكانه راه كنا كندوزوها ب 120 درهم، غتبقى مع لونسونبل الثمن الحصري اللي فان ديالكم اختي مريم غير ب 200 درهم. هاد الطقم هذا كامل 200 درهم البنات واعر. هانتوما الا بغيتوا هاد السلسله هادي والعلاقه ديالها، العلاقه ديالها هانتوما شتو هاد السلسله هادي البنات تتبقى لكم ب 50 درهم اللي فيها موديلات بزاف ديال ليكس بي، كاين هاد الموديل هذا وكاين هاد الموديل هذا. شوفوا وريتكم موديلات باش ما نطولش عليكم الفيديو اكثر، كاينين هاد الموديلات هادو وهادو بالنسبه للاشمنه ديالهم مخلطين، كاينه 50، كاينه بحال ما هادي 80، كاينه هادي حتى هي 80 على حساب بوندونتيف، كاين شويه هذيك 80 درهم اللي كبيره 80 وهذه 70 وهذه 70 والاخرين 50 درهم. المهم وراكم هنايا وذكر لكم هذه راه 120 درهم باش كنا كندوزوها 120 درهم، هذه ديال 80 درهم، 70 كنا كندوزوها 80 درهم، وهذه البنات حتى هي ب 80 درهم. البنات هادو تيجيو يلا جولي واعرين، هادو تيجيو خطيرين اللبسه ديالهم، كاينين فيهم هادو جوج ديال الموديلات هما اللي خارجين دابا شي حاجه اللي خارجين البنات في الذهب وداروهم في لاكيور فلاسي فلاسي هانتوما ديال الفروج على شكل ساروت سوطوار، كيجي طويره كتلبس فوق الزيف يعني كتلبس شو البنات هادو شحال تيبقاو الثمن ديالهم؟ هادو الثمن ديالهم غادي يبقاو حصري لي فان ديالك ب 95 درهم، 95 درهم شحال دايرين في الثمن في الاصل؟ الثمن الاصلي ديالهم هو 130 درهم، 130 درهم اليوم 1900 ريال هي اللي 95 درهم، كاينه هذه اللي فيها خميسه وكاينه هذه ديال الساروت. الساروت اللي بغيتي لا تنبداو بهاد البراس هاد الكورميطات هادو اللي واعرين البنات كارونتي، وخلاصي هذا الماء العرق لبسيه واش قايبيه ماشي مشكل ما تخافيش، ما يوقع ليه حتى حاجه. هانتوما شتو كيفاش تجي هادي شحال الثمن ديالهم؟ الثمن ديالهم حصري هادو كنا كنبيعوهم ب 70 درهم، نبقاو لكم ب 50 درهم، 50 درهم البنات كورميط. هانتوما كاين هاد لاسي هاد الشكل هذا رخيص هانتوما، كاين هاد الموديل ديال خشي مريم هانتوما في شي بلاصه اخرى
ديال فانكليف. كاين هذا الموديل هذا ديال لاسي، كاين هذه كاع غليظه ها هي، كاين هذه ديال لاسي غليظه حتى هي غير ب 50 درهم. 50 درهم هادشي حصري البنات ليكم نتوما، نتوما لي فان ديال اختي مريم وقناه العثمانيه ديور ديال لاسي كاع نتوما. كاين هذا الموديل هذا ب 50 درهم، كاين هذا الموديل سامبل، كاين هذا الناس اللي بغاو هذا الموديل هذا اللي كيعزيز عليهم داكشي الغليظ 50 درهم. كاين هاد الكوكياج حتى هي ديال لاسي 50 درهم ها نتوما 50 درهم. كاينه هادي ديال هاد الموتيف ديال الدار ديال السنه ها نتوما، هادي كاينه في الذهب ها نتوما في البلاكيور لاسي لاسي شي حاجه واعره شي حاجه كاع. حنا انا وريتكم البنات البلاكيور اللي مزيان لاسي وليكسبي، ما وريتكمش البلاكيور العادي في هذاك البوندونتيف كيتخشى فيه هذيك الدواره ديالو باش كيتسد وكتبقى هذاك ليزابيت. المهم هادو البنات كاملين تيبقاو ليكم ب 50 درهم. وثاني البنات شي حاجه واعره ديال لاسي ديال لاسي شي حاجه خطيره ها نتوما. هذا شحال داير الثمن؟ هادي دايره 60 درهم، هادي البنات ب 60 درهم 90 درهم، هادي ب 60 درهم 60 درهم. كاينه هادي حتى هي بلديه زوينه، هادي بلديه 60 درهم، ما كاين لا 80 لا 90، كاين غير 60 درهم البنات. شي حاجه مخيره ديال ليكم نتوما هاد الاثمنه اللي تنذكروا دابا حاليا. هادي دايره 80 درهم ديال لاسي غارانتي، هذيك بروميان 80 درهم 80 80 درهم 80 درهم. هادي ديال لاسي، هادي حتى هي ديال لاسي كتجي فيها هذاك البورمير، هادي عاوتاني تيجيوها البنات ها نتوما السلسله غليظه في الرقيقه اللي معروفه في الذهب ها نتوما الشكل ديالو. كدير حتى هي خمسة، كدير 65 درهم 65 درهم 1300 درهم، راه كاينه غير 80 درهم 90 درهم ها نتوما. هادي حتى هي ديال لاسي بنانه، بنانه ديال لاسي ديال لاسي كدير حتى هي 65 درهم 65 درهم. كاينه هادي ديال لاسي، هادي تتجي غليظه البنات ها نتوما، تتجي الوسط محجر مخيره. انا نوريها لكم هذيك راه كدير 120 درهم، غادي تبقى غير ب 100 درهم 100 درهم. هادي 100 درهم 100 درهم البنات بالنسبه لهادي شي حاجه مزيانه شي حاجه واعره ديال العين التركيه. هادي البنات، هادي البنات كان عندي فحالها الا عقلتي هذاك المره كانت عندي فحالها البنات لدابا مازال في اللون ديالها، غير هادي بوحدها كنت خديت غير هاديك بوحدها انتما غليظه ورقيقه زوينه ديال العين التركيه راه معروفه وكتمشى شي حاجه واعره تجي حتى في الاخر وكتجي حتى مع المكان زوينه. انا لاحظت كتجي راك تنديرها مبوسه مع المكان شفتو. هذه شحال هذه؟ هذيك دايره 75 درهم 75 درهم 1500 ريال. هاد كاينه هذه هاد الشكل هذا واعر هذا شفتو ديال لاسي هذا، هذه تحلفوا عليها ذهب هذه ميسيكا معروفه يلا خرج الثمن ديال هادي. هادي الثمن ديالها 75 درهم 1500 ريال البنات، هي اللي 75 درهم. هادي اللي تجي بالحجر اييه تجي بحال الصنطه، هادي شحال الثمن؟ كدير 120 درهم، غادي تبقى غير ب 100 درهم كل لحظه 100 درهم البنات، عوض 120 درهم وخصيصا اللي فان ديالكم اثمنه راه ديالكم. كاين هادي عاوتاني هاديك ديال ليكسبي كتبقى غير ب 60 درهم 60 درهم كارونتي الماء وكلشي. كاينه هادي حتى هي كتجي زوينه، كاين هادي على شكل ديال البنانه بنانه دايره. هادي الثمن ديالها، هادي الثمن ديالها كدير 70 درهم 70 درهم وتجي فيها الحجاره هادي. وبالنسبه للاثمنه راه ديالكم، ماشي الاثمنه راه هادو الاثمنه ديالهم راه كاينه 90 درهم 80 85 هانتوما. ارخص محل هو هذا هانتوما، كاين هاد الشكل هذا اللي تيجي من الوسط محجر والجناب تيجيو سامبل ديال ليكسبي. شحال الثمن؟ الثمن ديالها 70 درهم 70 درهم البنات. بالنسبه لهادي كاين هاد الكورميت زوينه رقيقه، هادي تتجي مضوبله انيقه شويه تتجي مضوبله هانتوما شفتو ديال ليكسبي. شحال هادي؟ كتبقى ب 60 درهم 60 درهم البنات. كاينه هادي ديال اللوان راه كنا شفنا لونسومبل ديالها، هادي ديال اللوينات ديال الاكس بي شي حاجه واعره البنات. هادو اللي خارجين دابا اصلا حاليا هما اللي ولاو دابا. شحال قلنا الثمن؟ هادي الثمن ديالها راه كنا كندوزوها حتى ل 120 درهم، غادي تبقى غير ب 75 درهم 75 درهم. كاينه هادي ديال الكافيه،
الناس اللي عزاز عليها داك الشيء غليظ. انتم هذه تجي غليظه عاوتاني شي حاجه واعره البنات. هذيك سبي كدير 120 درهم 110 درهم غادي تبقى غير ب 70 درهم لي فان ديال خشي مريم وقانا فيها شويه. وكاينه هذه عاوتاني هي ديال ليكس بي شحال الثمن؟ 65 درهم 65 وهذه شحال قلنا؟ 90 درهم هذه قلنا قلنا 70 درهم 70 درهم وعلى 65 وهذه واعره البنات شوفوا ديال ليكس بي شي حاجه خطيره كاينه في الذهب هذا الموديل هذا كتكون شي السلسله ديالو شي حاجه واعره البنات هذه شحال الثمن ديالها؟ الثمن ديالها 75 درهم ديال ليكس بي 75 درهم الناس دابا حاليا تيسولوا على ديال الفروج راه كاين حتى السلسله طوال ديالكم كنا وريتكم البنات سلسله طويله فيه هو اللي وريناكم قبيله في الاول شفتوا وها الكورميطه ديالها كورميطه شحال هادي هادي الكورميطه ديالها كتبقى ب 65 درهم ديال 1300 ريال لاسيل البنات الا بغيتوا الطقم كامل بالطوين هذا شحال كنا قلنا ثمن هذا كنا قلنا الثمن ديالو 100 درهم 100 درهم على 65 3300 تديو طقم كامل المهم ندوز لكم دابا الطقم كامل راه يبقى ب 150 درهم ماشي 150 الا بغيتوا الطقم كامل بالطوين كاعته والاخر يخلي لكم غير 150 درهم بالنسبه لكارت فيزيت البنات هي هذه ديالهم القصريه ديال الشطيبه دابا الناس اللي باغيين يجيو من لوطوروت منين يجيو غادي يطلعوا على سميشه كاين اللي يطلع على حيمو لي رشيد ويدخل عندنا لهنايا ولكن خاصو ضروري يسول ولا غادي يطلع من جهه بحال غادي يدخل سميتو بحال غادي يدخل سوق الجمله ديال المارشي الكبير على هذيك البلاكه ويطلع ويسول وغادي نعطوه النعش هنايا ديال الشطيبه هنايا معروفه هنايا في كازا البنات في سيدي عثمان غير يطلع من لوطوروج غادي يطلع غادي يلقى الفيروج الاولاني يدور على اليسار هكاك المهم هادي هي كارت فيزيت ديالو في صندوق الوصف نحط لكم لادريس بالنسبه للماري ديال التليفون نحطهم لكم في الفيديو باش اللي بغى يتواصل معاهم بالنسبه للباب اللي تدخلوا منه كاينين بيبان بزاف هذا الباب رقم 6 هو هذا شفتوا هانتوما تدخلوا معنايا تنحاول ما نشدش الناس هانتوما كاين هاد التواب مفهوم شتو هذا الباب رقم 6 يلا سير تبقاو غادي نيشان من هنا انتم المحل هو هذا انا نوريكم بالنسبه لهذا المحل هذا رقم 248 شفتوا هذا هو المحل شفتوا مهم تتمه الفيديو غادي نحطها لكم وراء هذا الفيديو هذا